بحجابها الوقور وسمتها الراقي بدت ملكة متوجة على منصة القضاء الأمريكي، لكن بقي الإجراء الأهم لاعتلاء منصة القضاء هو القسم القانوني المرتبط بتلك المهمة المقدسة، والقرار الآخر هو بشأن القرآن الكريم. فما هو موقف متخذي قرار تعيينها؟ وإلى التفاصيل. قانوناً لا يشوب قرار تعيين القاضية السورية شائبة، فهي حتماً مؤهلة لذلك المنصب، وإلا لما كان فيل مورفي حاكم ولاية نيوجيرسي قد رشحها بشكل رسمي إلى ذلك المنصب متحملاً مسؤولية القرار. بمجرد إبلاغ نادية قحف بالموافقة على ترشيحها اتساقاً مع إجراءات القانون المعمول بها في تعيين القضاء في الولايات المتحدة، كانت عينها على مصحف ورثته عن جدتها، وأخذت تفكر في أداء القسم القانونية وفق مراسم التعيين. يخضع تعيين القضاء في ولاية نيوجيرسي إلى انتخاب تباشره المحكمة للأسماء المرشحة حال توافر الأركان والشروط القانونية لتعيين القضاء واستيفاء المؤهلات والخبرات اللازمة لتولي تلك المسؤولية الحساسة. وتبلغ القاضية السورية الأصل نادية قحف من العمر 50 عاماً، وجاء انتخابها لتكون بذلك أول قاضية سورية عربية تتولى ذلك المنصب وفق صلاحيات تامة تضمن أداء رسالة العدالة في الولايات المتحدة. الخبرات التي حصلت عليها نادية قحف كانت الدافع الأساسي لقرار اختيارها قاضية، فقد عملت من قبل محامية وركزت جهودها على قضايا الهجرة، وهي أيضا متخصصة في قانون الأسرة، حيث عملت من قبل في أحد مكاتب المحاماة الأمريكية المعنية بمثل ذلك النوع من القضايا، وكان مشهودا لها بالكفاءة في عملها وشغفها الشديد بمجال القانون إلى أبعد الحدود. بأمانة وحيادية وعدالة وبأفضل ما بوسعي فليساعدني الله، هكذا أدت القاضية نادية قحف القسم القانونية، بأن أقسمت على المصحف الشريف الذي ورثته عن جدتها، وتمت مراسم القسم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في ذلك الشأن. وأدلت القاضية بكلمات مؤثرة عقب تسلمها مهام عملها رسميا، قالت فيها: أنا فخورة بتمثيل الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة، وأريد لجيل الشباب أن يمارس شعائره الدينية دون خوف، والتنوع هو مصدر قوتنا. ولا تعد نادية قحف القاضية المسلمة الوحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم تعيين العديد من القضاة المسلمين من قبل في ذات المنصب، وذلك بعد انطباق المعايير والشروط القانونية عليهم.